ثبت عند الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. سبحان الله، ما هذا الأمر العظيم والشأن الكبير الذي شغل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحركه حتى انطلق إلى أصحابه كي يبشرهم به. يا الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. أتى رمضان مزرعة العباد وتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها فقد لمن صام احتسابا.